Son of a... أعزائي المتابعين، أنا ما كنتم بين بن عبد الله إز ماك. أسعد الله مساءكم وصباحكم أعزائي المتابعين، أنا ما كنتم تيم بن عبد الله من هذا الفيديو الجديد والجميل والرائع اللي من خلاله. قبل لا نبدأ بالفيديو، يعني شكرا لمليون مشترك، شكرا لكل شخص دعمنا، شكرا لكل شخص نشر، كل شخص تابع، كل شخص سبسكرايب، كل شخص قال هذه القناة تستاهل. ولكن في نوعية من الناس، يعني كم ثانية نعطيهم كذا وبعدين نرجع. لكل شخص حطمني في بداياتي، لكل شخص قال لي وقف التهريج اللي تسويه ولا تعامل كوني يوتيوبر بمسخرة وهالكذا، هذا أنت لك هذه الرسالة خصوصا. وصلنا درع المليون، أدري وصل مرة بسرعة، وشكرا لكل شخص دعمنا عشان نوصل للدرع الجميل هذا. وهذه فوق انها كسرة عين، اتمنى انها تكون رسالة لكل شخص حاب انه يبدأ في اي مجال، مهما كانت الناس ضدك. اذا انت حاب الشيء اللي تسويه وحاب انك تسوي الشيء اللي انت تسويه وحاب انك تحب، يعني فاهميني انتم اتوقع الزبدة. بما انه وصل درع المليون، فحبينا نرجع الى اول سلسلة بديناها في القناة اللي نجرب فيها منتجات في الاستديو، اللي هي سلسلة باباسي السعادة. ولكن في هذا اليوم رحت جبت اشياء اللي هي يعني اشياء شوفها تقول ليش هذه موجودة، ليش هذه كذا، هذه من وين جاية، هذه ليش سووها كذا. ما هي غريبة شاطحة يعني طعم الزبدة ولا العشب، ولكن في نفس الوقت انها تخليك تقول خلنا نبدأ اول شيء عندنا لهذا اليوم. اوكي لازم كان يكون اول شيء، اول شيء عندنا لهذا اليوم ار سي كولا. ار سي يعني بهذا الفيديو المفروض انت ما تشوفها باليوتيوب، هذا تشوف في سي ار، عرفت التيب مال الفيديوهات داخله بالفيديو، كان نسميه الفيديو اللي هو اللي شغل اشرطه الفيديو وتابع الفيديو. ار سي كولا في 2019 من وين هذا ما ادري، هو متى انقطع من السوق صراحه في الخليج، ولكن مو من اقل من 20 سنه. لكل شخص يتابع، روح اسال ابوك، اسأل اخوك الكبير، اسأل اي واحد كبير في العائلة، اسأل جدك قول له تعرف ار سي كولا؟ بيقول لك من وين جايب الاسم؟ اكيد انت تماشي ناس كبار وهذا الشيء مو زين. عشان اكون معاكم صريح، انا كنت اعرف الار سي كولا، اسمع فيه، ما شفته لانه انقرض قبل لا انولد، يعني عشان الناس تجي تقول متيم شكلك 40 كذا، لا هذا هو طبعا شكله شكل البيبسي العادي، ريحته اقرب للكوكا كولا من البيبسي بصراحه. اوكي طعمه طعم يوم الجمعة عام 1418، مو يوم الجمعة، يوم الأربعاء، ناس توها راجعة من المدرسة، ناس تسمع أن راشد الماجد بنزل فيديو كليب أغنية المسافر راح، ورامبو توه نزل فيلم، ما أدري يعني إحسن، ما أدري إحسن غريب، أرزي كولا برا قديم، ما أدري يعني أحس انقراضه كان أوكي، يعني سبب، يعني في سبب أنه انقراض، لأنه بصراحة ما هو أحلى من الكوكا كولا، ما هو أحلى من البيبسي، ما هو أحلى من أي شيء من الأشياء هذه. فهل أبغى أعطي تقييم محترم؟ صراحة ما أدري، يعني ما يستاهل أقل من 5 ينشرب أوكي، في نفس الوقت ما يستاهل فوق 7-6، ما أدري يعني طعمه عادي جدا قدام الماركات الكبيرة، ما هو الشيء البطل، فبعطيه صراحة 6/10. نروح للي بعده. أوكي ثاني واحد عندنا لهذا اليوم، قبل لا الناس تعصب وتقول متيم قاعد تكحلها وقول لا ما له شغل، هذه سودا، والسودا ما فيها كحول من الحين. ستيوارت فورتشن كلاسيك، هذا على بلاك تشيري، اول مره اشوفه بحياتي. بالعاده هذه الشركات تسويه من قصب سكر، يعني السكر اللي فيه يكون قصب سكر، لكن هذا ما هو مكتوب انه قصب سكر صراحه، بس ريحتها حلوه، ريحتها يا اخي جميله جدا، يعني تحس ان النكهه اللي فيه حلوه، نكهه كويس، تحس ان فيه كواليتي كويس، يعني ما هو شيء مش حالك. بسم الله. اوكي نايس، لذيذ، نكهته ما هي جدا مركزه، توقعتها بكون مركزه اكثر، كنت جرب من اشياء على بلاك تشيري كانت مركزه بشكل اكبر، هذا يعني اوكي حلو طعمه، ما هو بالتركيز الواجد، مو سيء ابدا، مو سيء، كثير بيستاهل تجربه، بس ما ادري احس جربت اشياء احلى منه واعطيتها تقييم
8 و9 فمستحيل انه يوصل 8 9. الناس اللي تبغى تجرب شيء طعمه خفيف هذا بيعجبكم. الناس اللي تحب طعم الكرز ما يكون مره قوي لانه بنفسه من الناس اللي يحبوا شيء خفيف هذا هم بيناسبكم. اعطي 7 من 10 خروح اللي بعده ونيجي بقى للحته الثالثه الكبيره قوي. هذا الشيء عندنا لهذا اليوم كولكشن اللي انا عن نفسي شفته صراحه اغرب كولكشن من كوكا كولا. مكتوب عليه هنا هيخوي المكسيكو هيخوي المكسيك معناها صنع في المكسيك هنا بس لما تيجي تنطقها تقول هيتشون ميهيكو. فهذا يعني الشكل نفسه يذكرني بالكوكا كولا الاول عندنا اللي كان بعد نص ريال. انا ما ادري يعني للناس اللي ما لحقت عليها يعني الصغار السن خل اعلمكم شنو هذا. كانت كوكا كولا ما تروح البقاله تجيك للبيت اوكي. تتخيل كوكا كولا الى البيت توصيل دليفري لباب بيتك. شلون يجون لك علب طيب علب كوكا كولا في صندوق كذا تاخذ الصندوق هذا تشرب العلب الموجوده فيه ترجع العلب فاضيه تعطيهم اياها ويعطونك بدالها بوم. ما في اقوى من كذا والله ما في اقوى من كذا. وبنص ريال كانت نص ريال واحده طبعا هي ارخص من نص ريال بس لما تشتريها مثلا من بقاله تنزل كذا ولا الحاجه تبيعها بنص ريال بس تشرب هناك عشان ترجع العلبه. عموما ما استفاد من هذه القصه فاهمين انتم. وللناس اللي تسال ما بتشتري مفك اوه عندي مفك انا من كوكا كولا خل اروح اجيبه وجهي لازم بعد نحلله. بسم الله اوكي طعمه مختلف تماما عن الكوكا كولا حرفيا مختلف تماما. ما ادري ايش اقول عنه يعني تعرف لو هو كوكا كولا بس تحس في شيء غير مر مختلف جدا يعني هذا الكوكا كولا وهذا هناك اللي قاعد اشربه بس الكوكا كولا بالنسبه لي احلى العادي اقوى كذا طعمه اقوى في يعني غازات انا كألذ ما حسيت ان الكوكا كولا الكوكا كولا ما ادري يعني المكسيكيين احنا عرفنا ايش المكسيكيين يهاجرون لامريكا سواء قانونيا او غير قانونيا حبيبي يبغون الكوكا كولا الحقيقي مو هذا اللي يشربونه هناك. وعلى طار الاشياء الرهيبه وكذا تابعونا في انستغرام يا جماعه العالم معصبه تقول متيم عندك مليون باليوتيوب ما ادري كم بالسناب شات وبالانستغرام ما عندك حتى 100,000 تابعونا نحط والله هناك مقاطع وكذا واشياء رهيبه كوميديا. أنا صراحة بعطيه 6 من 10 أبداً ما هو الشيء اللي توقعته بيكون قوي كذا يعني. المنتج اللي بعده أوكي يعني جينا لشيء مرة قديم بس ما هو يعني مثل أرسي كولا لا يعني أقرب منه شوية في الحياة هالمرة كراش ولكنه على جح ووتر ميلون ما أدري ليش ولا كيف بس إنه وليش الحين منزلينه ما أدري مفروض تنزل الصيف يا حبيبي. أوه الريحة يا جماعة في احتمال المنتج ياخذ 10 من 10 اليوم. أوه الريحة إنه مفيد للصحة. بسم الله يعني ريحته كانت مرة بطلة أوكي. أول مزة كانت قوية المزات اللي بعدها كانت سيئة نوعا ما كذا. ما حسيت أني قاعد أجغم في الشيء اللي يستاهل التجغيم بكل صراحة يعني في طعم الجح بس إنه طعم حلاوة فهم كيف يعني حلاوة الجح أكثر من طعم الجح بينما أنت لما تبغى ذوق طعم الجح تكون تبغى طعم الجح مو طعم حلاوة الجح فاهميني شلون صح؟ ما هو يعني مرة توب صراحة أبعطيه 7 من 10 صراحة كنت متوقع بياخذ 10 بس خاب ظنوني. روح للي بعده اللي بعده عندنا ماونتن ديو. المرة طبعا ماونتن ديو خلاص لاحظت انهم يعني اتجهوا الى المشروبات الطاقم يعني انرجي درينكس وبقوه. طب ليش يعني اتجهوا لها انا ما ادري بس انه في عندهم مشروبات طاقه بصراحه انا اقول لكم انه مره تستاهل مره حلوه بس هذه المره يعني شنو هذا؟ طيب ابغى اي انسان يفهمني في الحياه شنو هذا؟ يعني تتفلسف لي في فتحه قوطي بيبسي ليش؟ خله عادي وين المشكلة طق وانتهى الموضوع. اوكي طبعا حبيبي حاط لك طريقة الفتح هنا وهنا باقي تسوي كورسات عليها يا رجل مرة سيء. اوكي عشان تفتحها اول شيء تسحب هذا على فوق طيب هذه الاول واحدة تسحبها على فوق سنفا ابر هذا السراجي نظفنا هذه ترفعها على فوق كذا عبالكم خلصنا لا وتسحب تالي تسحب هذه كذا ليش عوار راس هذا يبا ليش بعدين هذه تضرب في خشمك مرة سيئة أسوأ شيء الطعم بلوبيري
ما حسيته يعني فوق ولا تا. أنا عادي جدا بلوبيري، ما هو أفضل بلوبيري جربته. الديو عندهم الديو الأزرق على بلوبيري مرة ألذ من هذا، وطريقة الشرب السيئة هذه مرة سيئة صراحة، بعطيكم عليها 0/10. ولا عاد تكلموني ولا عاد أشوفكم ولا عاد تشوفوني وما بيني وبينكم أي شيء مرة ثانية. نيجي للي بعده بقى، رجعنا إلى كوكا كولا. هالمرة هذا كاليفورنيا رازبيري مكتوب عليه، من الكولكشن الجديد لهم مسوينه، نفس العلبة القديمة بالشكل الجديد، ما أدري شيء كذا يعني. ثقة وإن تفتحها بعكس القواطي هذه يعني دائما تنفجر في وجهي، يعني ما أدري كم مرة انفجرت في القناة بس عادي. ما في ريحة كرز أبدا، ولكن قول بسم الله. أوكي واو صراحة لذيذ، توقعته بيكون سيء ولكن قاعد أذوق شيء مرة حلو صراحة، مرة حلو. طعم الرازبيري باين فيه بس ما هو باين بشكل مرة قوي يخرب طعم، إنه لا أنت قاعد تشرب كوكا كولا. طعمه خفيف ونكهة الرازبيري باينة بشكل يعطي هنت، ولكن أكثر من هنت لأنه خفيف، فاهمين أنت أكيد. قاعد أذوق شيء صراحة مرة كوالتي عالي، مرة يستاهل التجربة، واحد من ألذ منتجات كوكا كولا اللي جربتها إلى اليوم بصراحة، بعطيه 9/10. والناس اللي حابة تجربه هيدا هو، وأنا خايف يا رجل. رجعنا إلى الديو، حتى الديو عندهم كولكشن جديد بعد، وهو طشر في أماكن معينة، ولكن أخي طريقة الفتح السيئة هذه هذا على إيش أصلاً؟ هذا الديو على مكتوب عليه Tropical Strike Choice Tropical Strike، ما أدري أحس كذا ينطقوها الأمريكان. Oh yeah dude It's your tropical sprite, man. Gotta try it, man. So good. بسم الله. أوكي على أناناس. ما زالت طريقة الشرب السيئة هذه. بس صدقون في شيء حلو بطريقة الشرب هذه، أوكي؟ إنه أنت خلصت تشرب، تبي انتبه لها، ترجع كذا، وتكفل وتكمل بكرة. بوم صراحة. حرفياً تبي انتبه لها. أوكي. بس لما ترجع كذا لازم يطفر على فوق، ما أدري ليش. يا طيب الفكرة حلوة يا حبايبي في مونتن ديو اللي هي شركة بيبسي، ولكن الإكسكيوشن اللي قاعد أشوفه مرة سيء يعني. You got a nice idea but you executed the idea terribly. أحس إن تحتاج إن تعدل في الفكرة جدا. طيب ما هي سيئة وأساسا أوكي شوف حرفيا مقفل نايس اوكي نايس، بس احس يعدل الفكره لي لان كذا يعني طش وبوم وفوق يعني اشياء مره سيئه. ولكن كطعم، حتى كطعم صراحه كان مره سيء هذا، بعطيه صراحه 2/10. ما ادري ما حسيت طعم الاناناس فيه يعني يجغم بجم يعني، فاهمين انتم انه مره سيء. اللي بعده رجعنا الى ثالث واخر شيء من كولكشن كوكا كولا، هالمرة على جورجيا بيتش. كولكشنات بصراحة مرة أحبها، هذا أتوقع الكولكشن حق النيو يير سوونه، لأن توي أشوفه. ف نفس الشيء ما في ريحة خوخ، فأتوقع إنه مع الطعم ببان. بسم الله. أوكي نايس. أوكي أنا مرة أحب طعم الخوخ جدا جدا جدا، أحب طعم الخوخ، وهم أحب الكوكا كولا. هذا بصراحة ممكن واحد من أكثر المنتجات اللي أعطاني طعم كولا حلو وطعم بيتش حلو بصراحة، مرة لذيذ أبدا ما هو سيء. غازاته لكن أحس الكولكشن بشكل عام غازاته شوية نازلة، ولكن مع ذلك رغم أن غازاته نازلة أني قاعد أذوق شيء مرة حلو. واو هذا بصراحة هو منتج اليوم من جد، أبعطيه 9/10 صراحة. واو المنتج الأخير، ثالث شيء عندنا لهذا اليوم من ماونتن ديو، اللي هو اللي هي الجيم فيول أو مسوين اللي هو الكولكشن الجديد. هذا مكتوب عليه George Original Dew، معناها أن الطعم الحق الأصلي من Mountain Dew، which is بقول لكم أنه بصراحة نايس أنه الطعم الأصلي، بس أنه مسوى بهذه الطريقة يعني. أنه مسوينه يعني مشروب طاقة. ف بنشرب وبنقيم وبقول لكم ليش اقتراحات اللي ممكن أعطيها إياهم عشان أنه يحسنوا طريقة الفتح هذه. فنقول بسم الله. اوكي طعم الديو العادي، بس احس صاير طعمه اخف من الديو العادي، توقعته بيكون بنفس القوه. ما ادري مره سيء، مره سيء حتى كديو عادي مره سيء. بعطيه 1/10 صراحه، وحس حتى 1/10 كثير عليه، فبعطيه 0/10. ولو كان اله كان دشدشته اول شيء. طيب اوكي طيب الحركه اللي هم مسوينها نايس بيرفكت،
تحية لكم انكم اعطيتونا شيء قوطي في نفس الوقت ان اقدر احفظه، يعني انه مو خلاص افتحه وودع انه لا اقدر احفظه حق يومين ثلاثة عادي. ولكن فيها مشاكل كثيرة. اول شيء انك لما تفتح العلبة كذا في اشياء تتفرقع. طيب دائما لاحظت دائما في اشياء تتفرقع مع ان هذه موقفة هنا من فترة طويلة، فالمشكلة في نفس الفتحة هذه. طيب ثاني شيء لما تجي طيب يعني خليها سهلة بحيث انك تفتح وتردع على وراء ايزي يعني تقدر هذا الشيء. ثالث شيء الفتحة اللي قدام مرة ضيقة يعني، وهذه مرة يعني ما تقدر يروب يعني يقطر فمك ما تقدر تشرب، فبصراحة مرة سيئة. الرابع شيء الطعم يا رجال، هذا اسوأ كولكشن جربته من ماونتن ديو الى اليوم، مرة سيء مقرف بكل معنى الكلمة. ابى ادشدش يا اخي من القهر. هذا اللي كان عندنا الى اليوم محبتي، لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في الفيديو الجاي قريبا جدا جدا. كان معكم متيم بن عبد الله، وش اخبار مثل ما هو مكتوب فوق هنا على المليون. كان معكم متيم بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله